السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله صفة الغفلة. قال تعالى عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال ابن فارس: الغفلة هي غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره، وقد تطلق في من تركه إعراضاً وإهمالاً. قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها الإخوة الأفاضل، لقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الغفلة. قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد تكون الغفلة عقوبة من الله تعالى للعبد على معصيته. قال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قد يقول قائل: ما هي أسباب الغفلة حتى يجتنبها المؤمن؟ فأقول إن من أسبابها أولاً الانقطاع الكثير عن زيارة المقابر وتذكر الموت والدار الآخرة. قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ابن كثير: أيشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وتمادى بكم ذلك حتى زرتم المقابر وصرتم من أهلها. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. وحسنه الألباني رحمه الله. وروى مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك ينبغي للمؤمن ألا يكون في غفلة من أمره، وأن يكون على استعداد للقاء ربه، فإن أمامه أهوالا وأمورا عظيمة. هناك الموت وسكراته، هناك القبر وظلماته، هناك النفخ في الصور، هناك عرصات يوم القيامة، هناك الصراط، هناك الميزان، هناك الجنة والنار. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال ابن كثير: أي قوي. قال بعض المفسرين: هذا فيه تمثيل للدنيا والآخرة، فالدنيا مثل الحلم والآخرة مثل اليقظة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرقات تجأرون إلى الله تعالى. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ثانيا من أسباب الغفلة الانشغال بالدنيا والانكباب على شهواتها وملذاتها وعلى التجارات وجني الأرباح. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. ثالثا من أسبابها كذلك البعد عن مجالس الذكر وعدم المحافظة على أذكار الشرعية كأذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول المسجد والخروج منه وأذكار الدخول البيت والخروج منه وغير ذلك. قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال ابن القيم رحمه الله: على قدر بعد العبد عن ذكر الله تكون غفلته. وقال أيضا: مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو واللغط هي مجالس الشياطين، فاختر لنفسك ما يعجبها. انتهى كلامه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث يسيرة وكانت من المهاجرات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. رابعا من أسباب الغفلة البعد عن بيوت الله عز وجل وهجر القرآن الكريم. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي من هجر أمته لهذا القرآن، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات في ليلة أي قيام الليل لم يكتب من الغافلين. أيها الإخوة الأفاضل، الخلاصة أن من أراد أن ينجو من صفات الغفلة فعليه أن يجتنب هذه الأسباب السابق ذكرها، وعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.